لحظات يخطف فيها سكان غزة السعادة ليداووا بها ما خلفه العدوان والحصار الإسرائيلي لقرابة 50 يوماً متواصلاً. استراحة قليلة يسعى إليها هؤلاء الذين عاشوا أحلك لحظات حياتهم ليتناسوا ضجيج العدوان الذي صم صوت غارته الآذان. على شاطئ غزة حيث تمتص أمواج البحر الهموم، وجد الأطفال لهم ملعباً، فيما وجدت أسرهم متنفساً يرسم على وجوههم التي ملأها الإرهاق ملامح متجددة للأمل. شردنا من الشمال، ماشي إجينا من الشمال لعند دير البلح، وكنا بالمدارس نازحين ولاجئين، طلعنا على البحر عشان نتنفس نغير خنقة المدارس والجو الكئيب والتلوث اللي إحنا فيه. لا طلعة ولا نزلة، الناس تروح على البحر عشان تستجم، تتنفس، تسبح، تبسط ولادها، تاخذ أكل معها، إحنا طلعنا خنقة، قاعدين وإحنا نفسنا نعيط من الكآب اللي إحنا فيها. على الرمال تجمع المئات من سكان غزة الذين يحمل كل شخص منهم ثقل الأيام الماضية، لتروى أمام البحر قصص مأساوية عن الاعتداءات الإسرائيلية. لما جيت نازح من غادة جيت ولا بشكل، فقلت بدي ترزق من البحر، فانزلت اول يوم انزلت فيه صار طراد وقف لي والبرج وقفت لي وصارت طخ علينا، وصارت اللي مات ثاني استشهد واحد واصابات، وكل يوم صرنا ننزل صاروا كل يوم يطخوا علينا، لما الحال اني صارت الهدنة هذه 5 ايام، والله يعلم يمكن يخترقوها يمكن ايش يصير، لسه الامور على ما يرام وان شاء الله بتحل. هؤلاء الذين لجأوا إلى البحر في محاولة للتمسك بكل دقيقة في الهدنة لتهدئة أرواحهم المنهكة يتشاركون جنبا إلى جنب مع النازحين على الشاطئ الذين لم يجدوا ملجأ آخر سوى الرمال التي نصبوا عليه خياما واهية. الناس اللي قاعدة على البحر هدول مش سياح، مش نازلين يترفهوا، الناس هدول كلهم نازحين، نازحين يعني هو قاعد في غرفة 70-80 نفر في غرفة بتجيش 3 في 3، نازل على البحر بس عشان يفك عن نفسه شوية، مش نازحي مش سواح اللي انتم شايفينهم، هدول نازحين كلهم، يعني في ناس حتى عاملة عرايش وقاعدة، شايف العرايش اللي قدامك هدول، في ناس قاعدين فيها نازحين، العرايش اللي فوق هدول كانوا عرايش صيادين قاعدين فيها، الناس شايف ناشرين غسيلهم باكلوا بشربوا فيهم، مش سواح هدول، لو كنت فاكروا هدول كلهم اللي شايفينهم نازحين. رغم المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها سكان غزة إلا أن رغبة البقاء حبا في الحياة لا يزال طبعا يميز سكان هذا القطاع.